اهلا وسهلا كان اعزائي متابعي بيكشف ومشاهدي قناه القاهره تفاصيل 24 كي حلقة ضيف. معكم لاعب محمد مجلي الألم من الأوروبي الاسكندريه، موجودين هانز معاكم من داخل مستشفى زمزم كلنا أمل لكشف حاله والله اللاعب احمد اللاعب رفعت مع أحمد دكتور محمد رفعت كمالان. داخل المستشفى. مرحبا بيك الاول يا دكتور على الشقر 24، ويعني عايزين نعرف ايه اخر الاوضاع بالنسبه لكابتن احمد رفعت. تمام، ثانيه واحده بس كده. انا دكتور محمد كامل، مدير عام مستشفى زمزم. اهلا بحضرتك. احمد جالنا من الماتش عنده توقف عضله القلب، واحنا قعدنا فتره كبيره قوي عشان نقدر ننعش عضله القلب في حدود ساعه ساعه ونص تو سايكل، والحمد لله هو دلوقتي في حاله لسه برضه حرجه، بس اهو رجع اهو من توقف القلب، وحالته دلوقتي تعتبر لسه حرجه وغير مستقره، واحنا شغالين معاه بكثافة وأكبر خدمة طبية وأكبر كواليتي، مع أهم دكاترة القلب، مع أهم دكاترة ICU العناية المركزة، وادعوا له إن شاء الله يبقى خير ليه ويقوم بالسلامة إن شاء الله. هل هيتم يعني استمرار علاجه داخل المستشفى ولا هيتم نقله إلى أحد مستشفيات لسه القلب؟ حالا كان في كونسولتو من كافة أطباء القلب والعناية المركزة في وجود الحاج مصالحي والأستاذ هيثم المعرابي مدير تنفيذ التيتشر، وتم الاتفاق ان هم متنقلش عشان هنا اعلى رعايه طبيه ممكنه. درجه الوعي اللي وصل لها حاليا، درجه الوعي لسه محدوده جدا وما يعتبرش يكون واعي، عشان هو لسه في مرحله غير مستقره. عايزه اعرف من حضرتك سبب الحاله دي بالظبط ايه؟ سبب الحاله لسه مش معروف، احنا بناخد كل يوم تحاليل وبناخد لسه فحوصاتنا، والحاله غير معروفه لغايه دلوقتي ايه سببها، لكن احنا شغالين عليها وشغالين على استقرار الحاله، وان شاء الله ربنا ينجيه. الاستاذ محمد مصلح امبارح قال ان علاج احمد رفعت ربنا يقومه بالسلامه امس تستغرق حوالي 24 ساعه تحت الملاحظه، ممكن تزيد عن كده ولا لا؟ هي فعلا لازم تزيد عن كده، الحاله حرجه جدا لسه غير مستقره، ممكن نقعد اكتر من كده 4 5 ايام، الموضوع لسه بدري عليه، الموضوع لسه مطول شويه. هل احمد تستدعي نقله المستشفى القلب زي ما سمعنا حيوان الاي سي سي؟ دكتور محمد صبحي مدير مستشفى القلب جه وشافه من ساعه بالظبط واثنى على شغلنا وقال ان هو ما يستحقش النقل خالص، وبالعكس قال اشاد بالمستشفى واشاد بالطاقم الطبي عندنا، واحنا شغالين معاه باعلى كفاءه ممكنه. يعني مجهود كبير قمتوا بيه طبعا بالتاكيد الحمد لله من امس حتى الان، وواضح يعني ان حضراتكم يعني المستشفى على قدر المصاب. الحمد لله. هل احمد رفعت لحظه وصوله تم وضعه على طول على جهاز التنفس، ولا الاول ايه اللي تم معاه في البدايه؟ البدايه كان انعاش القلب، وده استغرق اباوت ساعه ونص كده بسبب ان هو القلب كان في حاله توقف كامل، جاي من اسعاف من الملعب في حاله توقف تام للقلب، وتم اسعافه على فترات. دكتور، هل درء البرد والسخنيه اللي تعرض لها اللاعب ده ممكن يؤدي لتوقف عضله القلب علميا، ولا ممكن يكون في سبب اخر؟ لا، في اسباب اكيد اخرى بس مش ده السبب الوحيد، ممكن يكون مجموعه اسباب، احنا مش هنتكلم دلوقتي في الاسباب على قد ما نقدر نخلي الحاله مستقره. استقرار الحاله هو دلوقتي طريقنا عشان احمد ينجو، اهم بكتير قوي ما نعرف ايه السبب الاولاني. ايه الاجراءات اللي هنعملها في الساعات القادمه؟ الاجراءات احنا شغالين معاه بنفس الطاقم الطبي، دكاتره الرعايه المركزه، دكاتره القلب، شغالين معاه تنفس صناعي على جهاز التنفس الصناعي لغايه ما حالته تستقر. دكتور، زمايلنا في التلجراف امبارح قالوا ان ده ممكن يكون سبب وراثي، هل فعلا ده حقيقي؟ احنا بنبحث في كل الاسباب، مش بس كده الاسباب الوراثيه، بنبحث في كافه الاسباب اللي ممكن يكون يؤدي لعيب رياضي في السن دوت يحصل حاجه زي كده في عضله قلبه وهو بيلعب كوره. المفروض الانسان الرياضي اللي في السن دوت هو بعيد تماما عن انه ممكن يحصل له حاجه زي كده، لازم نبحث في كل. طب ايه اشهر الاسباب؟ لا، ما فيش حاجه اسمها اشهر الاسباب، اسباب كتيره جدا واسباب طبيه كبيره جدا، لكن احنا بنبحث عن كافه الاسباب، ممكن في الوقت نجنب بعض الاسباب، وبعض الاسباب ممكن هي فعلا تبقى السبب، بس لازم نسال، العائله الكريمه بتاعتهم، هل في هيستوري للمرض؟ في مرض قبل كده؟ في حد مات فجائيا بنفس الطريقه؟ دي حاجه طبيعيه جدا، اسئله بحثيه طبيعيه جدا بنجريها دايما لما يكون في صدمه زي دي بتحصل لواحد في سنه. يعني هل مسموح بزيارته ولا تم منعه من الزياره؟ ممنوع زيارته تماما الا للاهل لمده نص ساعه،
وهم واخدين كمان اوضه، احنا جايبين لهم اوضه ليهم مخصوص هم يعني. لكن هو ما يعني لما بيدخل لما بيدخلوا عليه هل بيبقى عنده وعي بيهم ولا لا؟ مفيش وعي، مفيش وعي خالص. مفيش وعي خالص. هل فعلا في بلع لسان؟ الكلام ده ما حصلش. لا ما حصلش خالص، ده حاله توقف كامل للقلب. هل يعاني احمد رفعت من حاله برد؟ لا ما لا يعاني. لا يعني الكلام ان هو اصيب بنبض البرد وارتفاع درجه الحراره، ان هو كان عنده دور برد. ايوه دور برد، ده قصه ملوش دعوه خالص خالص. البرد اللي مش بيؤدي لتوقف عضله القلب، مجهود زياده هو اللي ادى لتوقف عضله القلب. يعني معنى حضرتك، معنى كلام حضرتك ان هو في الخمس دقايق اللي نزلهم بس في الملعب دول مش كافيين ان هم يعملوا كده؟ يعني واضح ان كان التعب مسبق. اه طبعا كان في تعب مسبق وصل للحاله ديت بالاجهاد اللي هو السبرنتات اللي بيعملها في الملعب. لو انت شفت اللقطه هو عمل كام سبرنت في الاول بعد ما نزل بعد الدقيقه 60، وبعدين وصل لوسط الملعب بينهك وتبى الاغماء وتوقف القلب. غير متوقع موضوع الصيام. الصيام اللي هو الصيام الكلي احد اسباب نقص الاملاح ممكن يسبب ممكن هبوط، فالهبوط تاثر بيه ممكن. بس في كان في 21 لاعب غيره في الملعب لما كانوا مستبعد. يعني سبب مستبعد؟ لا مش مستبعد. لكن هو مش لازم يكون هو ده السبب. انا قلت قبل كده للانسه احنا الاسباب في اسباب كتير قوي متعدده جدا طبيه. اي كشف من التحليل والاشعه والدم. لسه قاعد معانا شويه، قاعد معانا شويه لغايه ما يقوم بالسلامه، لغايه ما يجي له افاقه، لغايه ما يرد تاني، عشان هو لسه هو في حاله غير مستقره تماما. طب رساله طمانينه بقى، يعني واضح حضرتك برضه تقول هو لسه قاعد شويه وان شاء الله، بس في ان شاء الله امل ان الامور تتحسن. طبعا في امل، وهو في امل طبعا ان شاء الله. واللي بيحصل دلوقتي معاه من اجراءات طبيه تخليه احسن، بس احسن واحنا لسه ستيل في عدم استقرار. ممكن نبدا العمليه؟ لا ما فيش عمليات حاليا. هل معنى انه الرياضي لو هو بيتبع نظام غذائي خاطئ، حتى بخصوصا يعني بخصوص الفطار ان هو كان عدد ساعات كتير قوي ما اكلش واكل فجاه واكل كميات كبيره، حضرتك تنصح بايه لاي لاعب حتى في الفتره الجايه؟ احنا في شهر رمضان مكملين مباريات ما بتقفش. نصيحتي ان هو دايما يلتزم بالنظام الغذائي اللي كتبه له الطبيب بتاع الفريق. يعني ما ينفعش يبقى بالذات الرياضيين عموما في اي لعبه لازم يلتزم ببرنامج غذائي مناسب لوزنه، مناسب لحالته، مناسب لسنه. ما ينفعش يبقى الموضوع متروك للاهواء، اللعيب ياكل ايه وما ياكلش بمزاجه. لا لازم يكون في نظام. واكيد طبعا اغلب الانديه عندها اطباء محترمين شغالين على التغذيه وليهم برامج محدده للتغذيه. لكن ممكن اللاعب ما يمشيش على النظام. اه طبعا ممكن لما يمشي على النظام. هل سالتوا طبيب الفريق والجهاز الفني عن حالة احمد قبل المباراة او خلال المباراة؟ سألنا على كل حاجة، وكان قال ان هو كان حالته طبيعية قبل الماتش وما كانش في مشكلة خالص والدنيا كانت تمام. هو فوجئ زي ما مالين فوجئوا على في التلفزيون ان اللعيب وقع بالمنظر دوت. يعني سألت بقى المستشفى المرحلة الجاية، يعني شايفين ضغط كبير في خطة علاجية محترمة جدا شغال عليها المستشفى، اكبر اطباء القلب والرعايه المركزه، واحنا ما عندناش مشكله في رعايته الطبيه خالص، والعكس هو بينال هنا اعلى رعايه طبيه. مستشفى زمزم مستشفى محترم من زمان وعريقه، ومفيش مشكله عندنا خالص في الحكايه. يعني مجهودات العنايه، يعني ايه ما يختص بيه العنايه في مستشفى زمزم على الاخص مش موجود بره؟ قادرين يوفروا للعيبه زي احمد رفعت وخصوصا قرب المستشفى من الاستاد؟ القصه مش موجود هنا وعندنا موجود بره. احنا مستشفى محترم عندنا كل كافة التجهيزات، مش ناقصنا اي حاجه خالص. الفريق الطبي بتاعنا وفريق التمريض على اعلى مستوى، اعلى مستوى موجود في اسكندريه. الناس ادت واجبها، وامبارح بالنسبه لي عملوا واجب كبير جدا وعملوا شغل كبير جدا، ان هو يرجعوا تاني يردوا احمد من توقف القلب، يردوا تاني. دي حاجه قلما لم تحدث، وربنا كان موفقهم وكرم احمد ان هو يفضل يرد تاني يعني للحياه. طيب بالنسبه لما تردد ان احمد موضوع حاليا على اجهزه التنفس الصناعي. ايوه في كلام ان هو طلبوا ان الاجهزه تشال او يعني. لا مفيش كلام، مفيش كلام ده خالص. او المستشفى قالت نشيله، مفيش كلام ده خالص. ده كلام عالي تماما من الصحه. احمد حتى لما بينزل يعمل اشعه بينزل ومعاه التنفس الصناعي بتاعه. هنتكلم في حته فنيه تكمله لزميلي.
يعني احمد ربنا يشفيه موجود على الاجهزه، هل بيتم يعني اضافه مثلا ادويه ليه في جلسات معينه في حاجات ثانيه؟ طبعا في خطه علاجيه كامله يعني. فيها ادويه وفيها طبعا في خطه علاجيه لحمه كبيره جدا و... وشغالين عليها يعني. رساله بقى طمانينه كده للجمهور احمد. أيوة. يعني احنا مع حضراتكم من داخل مستشفى زمزم للاطمئنان على حاله اللاعب احمد رفعت. يعني سمعنا زي ما الدكتور اتكلم عن وضع احمد في الوقت الحالي، يعني في استجابه ولكن بنسبه بطيئه. استشاري اخصائي القلب دكتور محمد صبحي من مركز الاي سي سي كان موجود. هنسمع تاني جماهير الكره المصريه بشكل عام التي يعني تهتم ب بمتابعه اخبار اللاعب احمد رفعت اولا باول. اقول لهم ان هم يدعوا له وان شاء الله ربنا يكرمه ان شاء الله يقوم بالسلامه. ادعوا لنا ان احنا نتوفق ان احنا في خطتنا العلاجيه ليه ان احنا نقوم بالسلامه. هو ده بس رساله، ادعوا له اللي بيحبوه له ادعوا له. بدون كام يوم لافاقه احمد؟ لا مفيش حاجه اسمها كام يوم، احنا شغالين على الخطه العلاجيه. احنا مش شغالين ساعه بساعه ويوم بيوم، بنسحب له علاجات تحاليله ونديله علاجات طبعا حد غير مستقر. بشكر حضرتك دكتور، شكرا جدا جدا، التوفيق ان شاء الله وربنا يقويكم ويعينكم في اللي جاي ان شاء الله. شكرا لك دكتور. شكرا يعني من داخل مستشفى زمزم يعني تابعنا حاله الكابتن احمد رفعت اللي حالته غير مستقره وما زالت يعني تحت العنايه، وتم عمل فريق كونسلت من الاطباء لمتابعه حالته. ويعني الحقيقه هيستمر معانا لسه الدكتور، هيستمر حوالي من 3 لـ4 أيام مره اخرى متابعه حالته. نشكر حضراتكم اعزائي المتابعين في قناه القاهره 24 كايروف. كان معكم من الاسكندريه محمد مجلي، شكرا جزيلا.